الكره في اول مباراه ليه محمد المثلين عمر كوناتي فما تسلل الحكم من الشرميتي ويرفع الراي يرفع الراي يرفع الراي الى سليم بن بلقاسم سليم بن بلقاسم ذكيه الكره لا عامر مرعي 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 جانبيه الكره جانبيه كره المصري عامر مرعي كان ممكن يسجل اولى اهداف المباراه ضاعت عليك الفرصة عمر مرعي المصري كان في مكان مناسب كان في مكان مناسب المصري عمر مرعي هذه عادة تمريرة ممتازة التمريرة ممتازة من سليم بن بلقاسم في اتجاه عمر مرعي هذه عادة ياخذ الكرة كما جات سدد مرت بجانب القائم الأيسر لمكرم البديري ذكية تمريرة ممتازة تمريرة من السماريس سليم بن بلقاسم إلى عامر مرعي يسدد باليمين مرت بجانب القائم الأيمن في مكرم البديري وفي اللحظة هذه صفر نهاية الشوط الأول الكالي بانغورا وهذا هو الكالي بانغورا البحث على التسديد الى عمرو مرعي عمرو مرعي ماذا يفعل خطير الهجوم علي البريكي فرصة الأول والحارس هو الحارس مكرم البديري مهرجان هجومي من نجم الساحلي في هذه الدقائق ولكن مرة سوء الحظ ومرة تألق الحارس مكرم البديري يخليه النتيجة 0-0 بين النجم الساحلي والتي حاد المنسيري هذا حمزة الأحمر خطير على الشرميتي متسل ترجع لحمزة الأحمر من جديد حمزة الأحمر يوزع الكرة بالراس من فؤاد التيمومي ترجع الكرة من جديد تتجاوز محمد المثناني تمشي لتيتشاني أنان عنده الكرة خطير أنان كما جات يسدد النجم الساحلي في سوسة ما حققش أفضل من هذا في الحقيقة عبر التاريخ الاتحاد المنسيري عمرو مرعي سريع عمرو مرعي يرجع دفاع الاتحاد عمرو مرعي ينطلق عمرو مرعي خطير الهجوم خطير اوه الدفاع في مرة أولى والدفاع في مرة ثانية يتدخل دفاع الاتحاد المنسيري خطير الهجوم للنجم الساحلي نجم كل ما يرفع في النسق يجيب الاخطر وهذه كرة أخرى لصالح النجم الساحلي غازي عبد الرزاق خطير اوه غريبة جدا المحاولة الأخيرة من محمد المثنيني اللمسة في اتجاه غازي عبد الرزاق ضيع الفرصة هي محاولة أخرى من عمر مرعى توزيع ثم حتى ملاعبي من نجم رياض الساحلي مش مخالفة ترجع للنجم حمزة الأحمر في اتجاه على البريك على البريك 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 العرضية وماذا يقول الحكم ثم لمس اليد ماذا يقول الحكم أكيد سينظر لعب النجم رياضي الساحلي أمامكم على الصورة إيهاب المساكني إيهاب المساكني على طريقة مارادونا ممكن على طريقة مارادونا ممكن لكن متفتن سليم بالخواص هي العادة عليا البريكي محمد المثنيني لمسة واحدة في اتجاه غازي عبد الرزاق تضيع الكرة على غازي عبد الرزاق وفي اللحظة هذه يزفر سليم بالخواص نهاية مباراة ديربي الساحل بين النجم